السلام عليكم شباب، فرق فيديوكم AKA Scorpion. فيديو اليوم هو انه ايش قد وتشوف النتائج، ايش قد المدة حتى تحصل النتائج اللي تريدها. ما حد يقدر يقول لك ايش قد، اللي يقول لك يا بتعال بفلان مدة اخليك توصل اللي تريده فهذا كذاب. ليش هذا كذاب وليش ما حد يقدر يقول لك ايش قد تحصل النتائج اللي تريده؟ لان تعتمد على هواي امور. اول شغله تعتمد على الشخص نفسه، تعتمد على جيناته، تعتمد على طبيعة جسمه، تعتمد على التزامه، هل هو ملتزم لو لا، تعتمد على حركته بالتمرين. اوكي انا وياك دا نتمرن سوا، يجوز انت ادائك احسن من ادائي، انت راح تحصل نتائج احسن من نتائجي. ليش؟ لان انا حركتي مو صحيحه، انت حركتك صحيحه، مع العلم انه احنا نتمرن نفس التمرين. فهم شلون؟ تعتمد على عمرك، تعتمد همينا على النتائج اللي انت تريدها، ايش قد المستوى اللي تريد توصل. خلينا نقول مثلا في البنيه تريد تضعف 3 كيلوات، انت هاي 3 كيلوات ممكن تسويها بثلاث اشهر، بينما لما تجي بنيه مثلا تقول انا اريد اضعف 20 كيلو، 20 كيلو احتمال راح تطول اكثر من شهر، صح؟ فالنتائج اللي انت تريدها اهم من تعتمد عليها، انه انت ايش قد تريد النتائج. لكن شلون هاي الضربه قويه مو؟ لكن ماكو شخص يتمرن صحيح وملتزم بغذائه ونومه وكل شيء يمشي عليه صحيح وشهر على شهر وما يشوف فرق. لا اكيد كل شهر انت راح تشوف فرق، كل شهر راح تشوفين فرق. اسوي اللي عليكم ولا يضل شاغل بالك بانه ايش قد اشوف نتائج، اريد نتائج اسرع ما يمكن. لا تونسوا بالرحله، فكر بالهدف مالتك، لا تضل تفكر بانه ايش قد اوصل لهنا، مو هذا المهم. المهم بانه انت تسوي، المهم انه انت تستمتع بالرحله، وهذا هو المهم. فهذا اللي كان عندي بهالفيديو. سوي لايك، سوي سبسكرايب. اذا انت دا تشوف فيديو ما تسوي سبسكرايب غير، تدري ايش اسوي بروحي؟ اولي يعني الفيديو مال الخسفه وراح يوصل مليون مشاهده، يعني هذا مليون مشاهده لو كل واحد منهم بس مسوي هيك سبسكرايب كان انا واصل مليون. سوي سبسكرايب ضروري، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.